ضيفنا اليوم يقول: البسي من جملة أشعاري غطى، وارقصي شاعرك بأفكاره سطى. قال فيك اللي عجز غيره يقول، من بعد خطوته جه غيره خطى. الشاعر مبارك بن علي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. كيف حالك؟ ساك طيب؟ كل شاعر وله بداية، وقد تفرق من شاعر لشاعر. أنا الحين عندي سؤال حق مبارك بن علي، شلون بدايتك؟ وش اللي دخلك حق الشعر؟ والله كان في اهتمام من يوم كنت في الثانوي تقريباً، بس كنت مو بمركز على الموضوع لأن البيئة اللي حولي ما فيها شعراء. أصدفت تلاقيت مع الله يذكره بالخير الشاعر محسن الحمري، لقيته مرة كان مع واحد من الشباب وفتحت الموضوع وشرح لي الطريقة، ومن يوم هون تولع الموضوع. والموضوع يعني هاي طرقنا حق موضوع ثاني، هل أنت تعتقد أن الشعر موهبة أم أن الشعر هو فقط تعلم؟ شوف، الشعر يحتاج موهبة، بس الموهبة تحتاج للتعلم. يعني لازم أنت تكون موهوب عشان تقدر تتعلم القواعد. إذا أنت ما كنت موهوب، ما حتى لو تعلمت، حتى لو جبت الوزن والقافية، بس ما بتتميز في اللي تكتبه. بس في الأساس تحتاج موهبة أكيد، لأن الميزة تكون يعني إذا كانت في الكلام ممكن المعنى هني اللي يتميز في الشاعر. المعنى، الصيغة، الأسلوب، الطريقة، وايد لها أمور. وحين احنا يعني ما دام انت موجود عندنا، ما يصير تطلع بدون ما تقول لنا شيء، كم من بيت من قصيده او من قصائدك؟ تفضل. ان شاء الله. يقول: النفس ضاقت من الصمت ومن ازعاجه، النفس ضاقت من الصمت ومن ازعاجه، والبوح اذا ضاق صدري يبغي الحجه، والشعر مثل البحر لا ترى من امواجه، مغري هدوه ولكن لجتها لجه، الشعر مثل البحر لا تام من امواجه، مغري هدوه ولكن لجته لجه، يا عاجزي خابرك تصمل على الحاجه، لا هي طواريك شعرك جات محتجه، الوقت ضيق وهي في القلب لجاجه، وشاعرك لجد جده تعرفها صجه، يعجبك مخراجه ويعجبك ولاجه، وعمرته في الشعر تعادل الحجه، واليوم أشوف السهل قد زاده وانعاجه، والذيب ما عاد له لجه ولا ضجه، معذور والوقت في جزله وللصاجه، تساوى بين العرب كنجاتهم رجه، خلني بحالي وخل الهرج لهراجه، مبطي وانا عنهم مرتاحه بالسجه، في شف بنت بوسط القلب دواجه، تلعب بقلبي مع قلب مع نبضها لها دجه، يضحك تضحك واشوف الزمن يضحك لي احجاجه، وهي معها واشوف الناس معوجه، ذيك اللي اطلبت الابيات لعاجه، يثور معها الغزل والغيب والعجه. صح الله لسانك. صح الله. يعني ما شاء الله شعر، يعني انا عجبني بيت فيه اللي انت قلت: واليوم اشوف السهل قد زاد نعاجه، والذيب ما عاد له لجه ولا ضجه. مدام عقب القصيدة ذي، أنا بنتقل، يعني أنت أحد أعضاء جمعية الشعر الشعبي في البحرين. سؤال يعني حق تقييمك حق الشعراء الصاعدين في البحرين مقارنة بالخليج أو بالعالم العربي، من ناحية الفكرة ومن ناحية المعاني اللي يستخدمونها. شوف البحرين فيه شعر وفيه شعراء. في النهاية الشعر يعني بشكل عام، الشعر ما في شخص أفضل من شخص، الشعر يعتمد على الذائقة. يعني ممكن اقول انا قصيده انت تعجبك ما تعجب شخص ثاني، والعكس بالعكس، والاسلوب لا دور. بالعكس البحرين فيه شعراء وفيها خامات طيبه، يعني الجيل ذي، الجيل اللي قبله، الجيل السابق، بس البيئه. يعني انت ما تقدر تلوم الاعلام في البحرين، لان اساسا هنا المجتمع عندنا مو متذوق حق الشعر كثر المجتمعات الثانيه، مثل الخليج، مثل الكويت، السعوديه، قطر. فموجودين موجودين. ويعني اللي حاب اساله، يعني ما دام انت قلت انهم موجودين فهم محتاجين بعض الاهتمام مثل. صحيح. واذا هو اهتمام، يعني الشخص ايضا شاعر لازم يطور من نفسه. يعني صحيح. في بعض الشعراء طلعوا من الاماكن. صحيح. يعني ما صحيح. يحصلون الدعم. فالسؤال اللي يجيني الحين، شلون الشاعر يقدر يطور من نفسه ويتعب عشان يكون شاعر؟ يطور من نفسه او قصدك ينتشر؟ يطور من نفسه من ناحيه لغويا ومعنويا، يعني شاعر. القراءه اكيد. القراءه اكيد. القراءه زين. من ناحيه الانتشار الاعلامي، الانتشار الحين اسهل من قبل. الحين عندك السوشيال ميديا. سوشيال ميديا. انت سوشيال ميديا الحين عندك انت في البيت، التويتر، الانستغرام، البرامج الثانيه، السناب شات،
الحين حلت بديل الصحافه المقروءه، انت الحين تقرا جريده ولا ما تقرا؟ ما حد يقرا، الناس كلها تعتمد على السوشيال ميديا بالضبط. فالحين صار الموضوع اسهل من قبل، بس لازم الشاعر هو يهتم بنفسه عشان البيئه اللي حوله تهتم فيه. اليوم اذا انا مبتعد ومقصر وما لي ظهور وما لي اختلاط بالمجتمع، شلون انا اطالب الجهات الثانيه؟ ليش والله ما يطلعوني في امسيه؟ ليش انا ما اطلع في برنامج؟ انت ابرز نفسك عشان اللي حولك يبرزونك، فلازم انت تكون في البدايه ايجابي عشان تحصل فرصتك. زين، ويعني انت يعني ما شاء الله كلامك يعني كان فيه من احاطه بالموضوع. يعني الشعر البحريني ناقصه، يعني برايي انا ناقصه بعض ما لمسه بحرينيه. الحين اذا نشوف الشعراء اغلبهم يتطرقون حق مواضيع ما تمس الشارع، يعني فقدنا الشاعر اللي يقول يجيب مناطق البحرين في شعره، يجيب ذي. يمكن انا ممكن ما سمعت او ما ادري، يعني فقدنا. انت شو تعتقد السبب يعني اللي صاير؟ بالعكس، موجوده موجوده، تلقاها في القصائد الوطنيه اكثر شيء، في القصائد، في القصائد يعني الاجتماعيه. ترى القصائد يعني في عده اغراض، يعني مستحيل مو بمستحيل، نادر بتشوف شاعر يقول لك قصيده غزليه يذكر فيها مناطق، بس موجود. يعني انت اغلب شعراءنا اليوم قصائدهم الوطنيه فيها تذكر المناطق. يعني انا اتذكر، اذا قلت لي انت الغزلي، اذا اتذكر انا من الشعر من يمكن ايام الجاهليه، الشاعر الغزلي اول ما يبتدي يذكر المناطق. مثلا امرؤ القيس اول ما بدا قال: قف انا ابكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بصفق اللواء بين الدخول فحوملي. فهم يتذكرون الاماكن عشان صحيح. الحب صحيح. هاي مو موجود. هل ان نظره الشعر تغيرت مع الزمن، او ان هو مو بذوق الشعراء اللي عندنا، او مو من الوانهم؟ والله انت ما تقدر تلزم، يعني تشوف هالموضوع ما في قاعده ثابته. بالضبط، كل شعر واسلوبه وطريقته، بس كل شيء موجود. مثل ما كان كل شيء موجود، الحين كل شيء موجود، بس النوعيه تختلف والاسلوب يختلف. يعني مثل ما قلت، يعني اللهجه البحرينيه، وين هي ساعات مثلا تشوف قصايد مثلا، يعني انا اكلمك يعني بهاللهجه، ساعات نقول حرف التاء في القصايد ما نلاقي حرف التاء، ونلاحظ في بلدان ثانيه اللي هي لفظه الكاف اللي هي تصير عندنا تاء والاشعشه الجنوبيه. هذه صحيح، هذه اندرت بشكل كبير عن قبل. الحين في شيء اسمه اللهجه البيضاء اللي في الشعر تلاقيه في كل مكان، في البحرين، في قطر، في السعوديه. هاي اللهجه البيضاء، اللهجه الدارجه الاكثر بالشعر. الشاعر اذا يبغى انتشار يستخدم اللهجه البيضاء، ما يستخدم لهجه معينه، بس المفروض يستخدم مفردات تدل على البيئه اللي هو نشأ فيها. زين، واللهجه البحرينيه انت قلت مو منتشره للاسف. صحيح. يعني صحيح. هاي اللوم فيها الشاعر ولا اللوم فيها الاعلام اللي هو طمع بشيء معين؟ لا اكيد الشاعر. الشاعر اكيد. زين، الحين خلينا نروح حق موضوع شخصي نوعا ما. انت شخصيا من الشاعر اللي ودك تسمع له ليل نهار، تقرا عنه ليل نهار، تحبه؟ والله الشاعر اللي خلاني اتعلق بالشعر شاعر الاندلس ناصر القحطاني. لو مو ذي الشاعر يمكن انا ما صرت اصلا شاعر. لك بعد تذكر بعض من ابياته يعني؟ في كثيره قصايده، هو كثيره قصيده. الشاعر غالبا لبيت شعر يردده يمسه، انا بهاي البيت عندك. في قصيده غناها له خالد عبد الرحمن قديمه، يمكن سمعته او ما سمعت، اللي اسمها الذاهبه، اللي يقول: الله اللي راد والعقدها قضاها اللي عقدها، هل على الدنيا سلام ولا لباقي العمر زينه. ويعني ما شاء الله شعره واصل الى، يعني انا عن نفسي اشوف الشعر يعني او الشاعر البحريني مفتقر الى ظهوره في شاعر المليون. يمكن ظهر واحد واثنين، مالك نيه تدخل شاعر المليون؟ شو رايك ان الشاعر البحريني، انا اشوف فرصه في شاعر المليون اقوى من الشاعر السعودي والكويتي. شلون؟ لان يعني كل برنامج له سياسه. بالضبط. انزين، سياسه برنامج شاعر المليون يعني يحاولون كثر ما يقدرون، يعني من كل بستان زهره، يعني من كل دوله تجيهم يطلعون لك شاعر اثنين. اللي تقدمون حق شاعر المليون في البحرين مو كثير، لان اساسا البحرين ما في شعراء كثير، ولو انه في، يعني انا ما قلت ما في. لو بتقدمون مثلا في كل موسم 30 شاعر 20 شاعر، في فرص كبيره. اما اذا مثلا دوله مثل المملكه العربيه السعوديه بيتقدم لك كم شاعر في الموسم؟ 500 600 شاعر. فالفرص عندنا احنا وايد اكبر منهم. زين، من ناحيه الشعر في البحرين ومن الناحيه الاجتماعيه، هل انتم لكم يعني الشعراء البحرينيين لكم في جلسات غير الجلسات الموجوده في جمعيه الشعر الشعبي؟ الجلسات اللي تصير خارج الجمعيه اكثر من الجلسات اللي داخل الجمعيه. وهل هي افود ولا تكون غالبا حكي عامه، ولا يعني مثلا في بعض الشعراء اللي هم عن نفسي انا عارف اللي عندهم شعر فصيح يجلسون ويتناقشون بعض القصائد، هل انتم عندكم مثل هالطريقه صحيح تنقحون القصائد؟ صحيح.
وشنو أكبر المستفيد الشيء اللي يستفيده من الشاعر إذا انضم لهم؟ بس بيتعلم، بيسمع كثير، بيتطور كثير. أهم شيء بيحصله بيكون عنده نفس الحافز ونفس الحماس. يعني أنت اليوم قعدت يعني شخص مبتعد، يعني صار له فترة عن الساحة، قاعد في مجلس في شعراء بيسمع فلان، بيسمع من فلان، بيتحمس، بيطلع على طول بيكتب قصيدة، بيتحمس الحماس طاقة إيجابية تعطي المجالس هذه بالضبط، حتى تعطي نوع ما مثل اللياقة الشعرية. صحيح، تعطي نفس. صحيح. الشاعر مبارك البن علي مشكور ما قصرت، ويعني صراحة والناس نبغى وجودك.